لا شك أن بعد زواج رجوة آل سيف من الأمير الحسين ولي عهد الأردن في الأول من حزيران 2023، ستتم تسميتها بصفتها صاحبة السمو الملكي زوجة ولي العهد الأردني، وحين يتولى الحسين العرش ستكون الملكة رجوة. ومع اقتراب موعد الحدث الملكي الأبرز على الساحة الأردنية، لابد أن الملكة رانيا بدأت تحضيراتها المكثفة لتحضير رجوة لتكون ملكة الأردن المستقبلية. وتساءل المتابعون ما إذا كانت رجوة آل سيف ستنافس الملكة رانيا على لقب الملكة، إلا أن الحقيقة أن رجوة آل سيف لن تصبح ملكة قبل أن يصبح الأمير الحسين ولي العهد ملكاً للأردن، أي بعد تنحي والده الملك عبد الله الثاني. وتساءل عدد من الأردنيين عما إذا كانت ستتمكن رجوة من الحصول على لقب الملكة على الرغم من أنها غير أردنية. فرجوة آل سيف ولدت في العاصمة السعودية الرياض في 28 أبريل عام 1994. والدها هو رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف، وهو مالك شركة السيف للمقاولات. أما والدتها فهي عزة بنت نايف بن عبد العزيز بن أحمد السديري، ولديها ثلاثة أشقاء أكبر منها فيصل ونايف ودانا. تنتمي والدة الآنسة رجوة السيدة عزة إلى عائلة السديري، وهي نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري، التي تعد إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد. كما كان الملك سلمان بن عبد العزيز متزوجاً من الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت في عام 2011 عن عمر يناهز 71 عاماً، وهي والدة كل من الأمير فهد بن سلمان متوفٍ، الأمير سلطان بن سلمان، الأمير أحمد بن سلمان متوفٍ أيضاً، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأمير فيصل بن سلمان، والأميرة حصة بن سلمان. تحظى عائلة السديري بمكانة بارزة في المملكة العربية السعودية، ولقب السديريون السبعة هو الاسم الذي أطلق على تحالف من سبعة أمراء من العائلة المالكة السعودية، وهم أبناء الملك عبد العزيز من زوجته حصة بنت أحمد السديري.